السلام عليكم. هاد الموريك التعليق كيفاش كنتصاوب هاد القد هادو. نحاول نكبر الكاميرا باش نفهمكم هاد الطريقة ديال التعمار كيفاش كتخدموها باش تعطيكم هاد النتيجة هاد. باش تعطيكم هاد النتيجة نحاول نكبر شوية الكاميرا باش تبع ليكم. كنتمنى انكم تكونو متابعيني مزيان ونشرح ليكم على اي باش نوضح لكم المبدا. دابا هنا هنا كاين 9 ضربات، هنا 9، هنا 9، هنا 9، ياك. ديما كنهزو هاد الجوج مع هاد الجوج، هاد الجوج مع هاد الجوج، عاد كنصوبو الخط ديال هنايا. نبدا ونشرح ليكم. كنتمنى تكونو شيكم واضح شوية. شو هانتوما هنا كنضرب هنا هانتوما نجيو عاوتاني نهزو عاوتاني هنا. شتو نهز عاوتاني هنا عاوتاني هنا. شتو كاين هزة ديالي حداها هادي هاهي هنا. دابا أول طريقة كنبداو بها هي هادي. شتو مزيان هاهي شتو. دابا نهز هاد الخطوط هنايا. دابا عندك هاد العوينة هادي هادي هاد العوينة هادي هانتوما هادي. كنخلي نجي هاد العين حداه ننزل ونهز العوينة من هنا. شتو هانتوما نعم نبدا لكم باش تشوفو. هانتوما هي هادي شتو. كنهز هنا عاوتاني هاد العوينة لا كنجي هنا حداه شتو. عاوتاني هنايا في نفس الخط هذا في نفس هاد الخط هذا هاد اللول كنخلي هاد العوينة ونهز هنايا. هانتوما عاوتاني نخلي هادي ونهزها كنجي ديال مقابلة معاها كنهزها. عاوتاني نجي هنا مقابلة مع هادي ونهزها. شتو نجي عاوتاني هنا نخلي هاد العوينة ونجي هنايا. هانتوما شوفو العملية الأولى هي هادي. شتو كنتمنى تكون واضحة وباينة ليكم. ما سمحو ليا بغيت نحاول نوضح ليكم ولكن غالب الله مكاينش لي شد معايا باش نفهمكم الطريقة. شتو هانتوما كيبانو دابا مزيان ياك. نهزكم دابا الشهر عاوتاني كنخلي هادي ونهز هادي هاهي عاوتاني عاوتاني نخلي هاد العوينة ونهز هادي. خلي هادي عاوتاني نهز هادي هادي نهزي أونباس معاها هي هادي. نجي عاوتاني هنا أونباس مع هادي نهزها عاوتاني هنا هنا. شتو نجي نهزها تاني هنا هنا. دابا نحاول نجمع هانتوما الوسط كنجي الوسط. شتو ندور الوسط كندير واحد الدائرة القدام ديالي نخشي لي برا من هنا نبقى غادا نهز كد الخوطة من تحت من تحت نخرج من هنايا من هاد الجهة هاهي. شتو هاهي هاهي عاوتاني كندور المرمى ندور الجهة أخرى كندير دائرة نحاول ما كان ندخل من هنا ونخرج ولكن نخرج من وسط الدائرة هاهي بحال هاكا هاهي. شتو هاهما تجمع شتو الطريقة
الإبرة خرج من الوسط. شو الطريقة المشجعة من تحت مزيان. دي الطريقة قبل ما بعد كنحيد الكونفا وكنبدا نخدم هدا الديكور بغيت نديرو فنايا شتو كيجا هنا راه كاين الزواقة هي مكتبانش مع الكري مكتبانش شتو يعني غنزيد معاكم هادي ربما باش نوضحها ليكم أكثر هانتوما كتكم هنا بالنسبة لهاد الكارو هنا تسعود هنا تسعود هنا تسعود هنا تسعود ياك كنهزو هاد جوج فقون تانيين مع هادو وهادو مع هادو ديم دي اول حاجه كنبداو بها من هنا ومن هناش باش كنحدو كيفاش غنهزو هاد العيون على حسب شحال من ضربه عندك ماشي مشكل ماشي بالضروره يكونوا تسعود شحال ما عندك خصك تكوني ذكيه باش تحاولي تسوي تركيا وتقديها انا غنهز من هنا شتو نجي نعاود تاني من هنا ها شتو نعاود تاني هنا ها تبصنا شتو دابا كنجي هنا تحت من ياس جاتني هنا تحت من هنا كان جاتني فنس هاد الخط هاد هاد الخط غادي الاولى هي غادي نخليها وين ونهز الاخرى شو هنا خلي العوينه نهز هاد عاد تاني نخلي هنا ونهز من عاد تاني هنا عاد نخلي وحده ونهز هاد خليها وين نهز هاد ديما نفس العملية شتو ما انتو اون باس معاها شتو دابا قرار باش ندير الوسط ها انتو شو نستوبي دابا دابا نحاول هاد الخطا ها هما هادو نحاول نجمعهم دابا مثلا الخيط بديت خيط جديد يعني ماشي بالضروره غنطلعها من هنايا لا شوف واش غندير الطريقه اللي غندير نخشي لي بره هنا نهز هادشي كامل هادي طريقه اخرى ملي كيكون عندي الخيط يلاه غنبدا بيه شوف ها معتيني جمعتها من هنا وندير واحد الدائره نهز عاوتاني من هنايا هانتوما هلا شو ها هي دابا تهزات دابا فوالا تخي بيان شو دابا هانتوما ها نكملت شفت الطريقة كيفاش كتجي كنحيد من الكامبون ونعرف كيفاش الخدمة جات نتمنى نكون وصلت لكم الفكرة وفهمتكم المهم دايما في هاد الكارو كما كانت دابا عندي هنا عندي تسعود 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 كيبقى الاختيار ديالكم هو عرفوا كيفاش تلعبوا من تخدموا هاد القناة هما الاولين مع هادو هنايا عرفوا كيفاش تخدموا بهم غير أيوة واحد القضية غنقول لكم من كتكبروا اكثر من تسعود ولا عشرة هاد القنتانيين كيطوالوا وكيبسالوا مكيبقاوش عندهم داك المنظر زوين ملي كيتصاوب بالتركي فهمتوا بحال هاد الشكل هذا شو هاد الشكل شكي كيجي بحال هكذا
انت كي جي رائع هذا الشو انت بحاله شو